206 سيمي انجكسيون تخرج لي برشا في كياس وين تسكت خاصة كي تنقص في البنزين ينجم يكون عندك الديريت اللي يجيب ليسونس من الريزرفوار قصير في وسط الريزرفوار شوف علاش هذا كي تعبيها تولي لبس عليها ولا لا عندك الترومبة تلقاها من تالي ما تجيبش مليح من مكانها ولا ترومبة ضعيفة سي مختار سلام مشكل التيراج فيرتوال سي 30 التيراج راهو ديما عنده برشا علاقات التيراج ما تنجم تحل مشكلته الا بالديغنوستيك ما كي مازال نصبوا فريزير عادي اي عادي صبوا اذا مهم يكون هابط من الكلمات الزير ما في البلاستيك وتحط والحاجه اللي بتحط فيها الماء تكون بلاستيك اختار يعني حاجه بلاستيك ما ما ما, ما يعني ما يكونش متصل بالحديد يكون افضل يعني كله في البلاستيك تستعمله عادي في الراديتير انا مختار عندي سياره بيجو 407 غسلت الموتور راح لي انجكتور ولا تمشي ترا سيلندر اش نعمل والله مشكلتهم هما كانت نحى هذاك من بلاصته ورا ما تنجموش نحيو ورا وساعات كانت نحى لك من بلاصته بسهوله تامه نجم تصلحه كان ما تحلكش شوف شنو الحل الثاني بتعمله مع البومبيست يعني باش نصحني كرهبة في 30 مليون انت اعطيني زوز ولا ثلاثة كرهبة ونعطيك انا راي نقول لك خذ هذه ولا هذه كلينيتون رينو اكسبريس كوتي مرش كوتي رست اليومي هذيك عندك كهربتك الريلي نتاع اللي تعمل تك 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 هذيك نتاع يمين ويسار هذيك عندك تعبه بدلها وزيد انزل على اذا كان فيها بوطون تاع كاتكيناتير خدمه مرتين ثلاثه وجرب زاد هذيك اعملها عندي برلينغو كي نخطف نسمع صوت وراء الفولون نتاع القربيه اذا كان اسمه اذا كان اتش دي هي وفيها كل فيها فولون موتور دبريابل يعملها عم اختار عندي 106 ايسونس ماشي نورمال فطلع يعني العقبه تراكي وتحبش تطلع كربات اذا كان سيمي انجكسيون ولا كرباتير كان كرباتير ممكن عندك بوجيات ولا كرباتير مسكر وكان سيمي انجكسيون ثبت هذا كيفيه سخانه ساعات تفوت 90 عادي عادي حتى 92 عادي عادي رخص في النهار تضم عادي عم اختار انا من الجزائر عندي سامبول تيراج ناقص شوفوا راهو التيراج بصفة عامة في سيارة البنزينة اللي هي انجكسيون عنده علاقة يعني 90% بالبومب ايسونس والبوجيات يكونوا دوريجين أولا لازم تركب تبدل البوجيات دوريجين وتصب لها تريتمون ايسونس هذاك في الريزرفوار وتجرب كانت حسنت ما كانش بدل البومب ايسونس كاملة بالجوج نتاعها باش تمشي معاك مليح خاطر الموتور 1.2 قوي ويحب ايسونس بزايد يحب بنزينة بزايد عم مختار عندكش فكره على سونغ يونغ بدلت الشان ما حبش تخدم وقبل ما تبدل الشان كان تخدم ما تغلطت في المسبوع كان تخدم قبل الشان ما تغلطت في المسبوع عم مختار نلوج على كهرباء ايسونس تكون ريزرفوارها كبير برشا باش تنصحني ما فماش كان المرسيدس كان لونسيان كاما هذوك اللي فيهم ريزرفوار كبير مرسيدس 23 هذوما اللي فيهم ريزرفوار كبير بالنسبه في المال اما الباقي كلهم ريزرفوارات هما كلهم الاغلبيه شوف ما فماش ما اكبر من 70 80 متر كلهم راهو كراب كل تلقى 70 80 متر فماش اكبر سينيك المحركات نتاعها كلها باين 1.9 و 1.5 زوز باين ما نقول لك كراب 30 مليون قول لي شنو تحب تو نقول لك تقولنا 1.5 سون تنجح في تونس شوف مش تنجح في تونس ولا لا لازمك شوف اذا كانك انت تسكن اذا كانت تخدم البرة وتحب تجيب كهرباء شوف اللي موجوده في تونس جيب اختها مش تجيب لي كهرباء عايشه في اوروبا وبعث لي هنا ما تلقاش بياساتها لا كل شيء ناجح هو في الدنيا انما الحاجه بالاستعمال نتاعها والحاجه والصيانه نتاعها عندي كليو 3 1.2 تعمل تعلم في الراونتي كي تخدمها شنو تعلم ما فهمتش ها مختار بوستات بسات تسخن في البريمير وشان كيت كامله جديده والترموستات جديده باش عرفتها تسخن كيفاش عرفتها تسخن تفوت النص باش عرفتها تسخن شنو هي العلامه نتاعك اللي بعرف فيها السخانه عندي نعمل ما فهمتش ها مختار نعمل
تشخيص السيارة. باش نصحني في الكهرباء ألمان. شوف الألمان كلهم باهين فماش مشكلة الألمان. أنت وكره نظافة تاع الكهرباء. قلت كما قلت لك أنا ما تقوليش باش تنصحني، أنت اختار واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة نقول لك راهو. أنا ديما شخصيا يعني كان باش يسألوني أسألوني في كهرباء لونسيان. اللي بيجي يعني يعطيني زوج ثلاثة كهرباء لونسيان نعطيه رأي فيهم. أما النوفو لا، النوفو ما عنديش عليهم فكرة كبيرة. أنا مختار أن أعمل تشخيص سيارات. تعمل تشخيص؟ لا ما نعملش أنا. لا أنا مختار بربي يحفظ. ربي يحفظك. عندي 460 سخنت لي متنفخوا اللي ديريت ومن بعد رجعت عادي. يثبت علاش سخنتك؟ ممكن بالك عندك ريدتير، بالك سيركويم تاع الماء مش باهية، فما حاجة رد بالك. كنت تعاودها لك مرة جاية تعمل جوانكيلات. أنا مختار عندي 206 بلس كي نخدمها تزيد وتنقص وحدها. نجم تكون الكور بابيون فيها حاجة هذيك تعمل ديغنوستيك. موتور ديزل في الطلعة الفولي الماء موتور كل شيء مليح. فماش حاجة كل شيء مليح، علاش الفولي في الماء مالك أنا كل شيء مليح؟ ما يلزموش الفولي كل شيء مليح، أنت حكمت عليه ما هو مش كل شيء مليح. أنا مختار 205 جونيور باغي نسافر بها 900 كيلومتر باش تنصحني. عادي سافروا 205 شنو مشكلتهم؟ عندهم حتى مشكلة، المهم يكون لابس عليها الجري لا ما تفوتش بها 110-120 ماكسيموم. ساعد عليها في السخانة. ردة الفعل نتاعك يكون باهي في الحال موتورك باهي فكر الله شنو المشكلة. أنا مختار نعمل تشخيص. ما نعملش لا قلت لك ما نعملش ما عنديش. هل تركب عليها غاز سمبول على رينو 9؟ أنا عندي مركب عليها أنا سمبول، أنا عندي كليو كات مركب عملها غاز ممتازة في الغاز. أنا مختار 205 جنيه باغي نسافر به. ما شاء الله سؤالات برشا وما ما خلتش باش نشوفهم ونجاوب عليهم. عندي كليو عربة غيار سمبول على أرناف. لا السمبول ما إذا كان اللي ما فيهاش بلاستيك كوابل كونتر ما تركب لكش مش كيف كيف، ما فيهاش بلاستيك سيبور سيبور بواد زاد ما تركب لكش مش كيف كيف. أم مختار الانجكتورات نبدلهم جد أم أم كاس أحسن. نوعية السيارة شنية؟ إذا كان الكاتونسات ما تفرعهاش خير ما تمسهمش خير، عند حاجتك بانجكتور واحد بدل واحد ما كانش بعدين تولي تدخل بعضها. إي هاش دي بالنسبة للإي هاش دي باهين كلهم بصفة عامة، إنما الحالة اللي أنت باش تشري بها السيارة الله أعلم شنو الحالة نتاعها. أما اختار ربي يحفظك ربي يحفظك عايش معلومات قيمة في ميزان حسناتك. أمين أجمعين أرحم والديك يا خلي. أما اختار شنية تنصحني كرهبة بثلاثين مليون بين سويفت وكياريو وتيتانيوم فورد فيستا تيتانيوم. والله ننصحك أنا إذا كانت تلقى حاجة في الكليوكات كات سيلندر كانت تلقى حاجة نظيفة بهين، وكياريو بهين، الفورد فيستا حتى ما بيستهم غاليين شوية، السويفت ما نعرفهاش بكدا، كياريو بهي. أما ننصحك إذا كانت تلقى كليو ديناميك نسموه إحنا هذاك بالكات سيلندر أنا كسبت منهم. هذاك علاش قلت لك أنا كسبت منهم الحق ما شاء الله. سلام مختار كيفاش نعرف بومبو تخدم ضعيفة ومروحة تخدم متقص يعني مضخة ماء لا بأس عليها. شوف مادام المروحة تخدم متقص معناتها الماء قاعد يدور من جهة السخانة المروحة ما جهة من الماء، الماء كان ثابت مكان واحد وركح ما جهة السخانة. مادام المروحة تخدم متقص معناتها الماء يدور عادي هذا كيف تخدم معناتها بومبو. ما شاء الله رسائل سؤالات برشا. عم اختار عندي كليو 3 تيراج طايح والموتور يخذ شويه ورجيم طالع هابط مش راكح. هذا كان لازمك تعمل ديجنوستيك تعمل سكانير قبل. لكن ممكن عندك حاجه في في ليسونس ولا في الكهرباء عندك حاجه. عندي 1.9 105 شيفو تخدم بالسيف الموتور يرعش تسخن شويه ترجع عاديه نهار كامل. إذا كان عندك الصباح عندك كومبريسيون طايحة إذا كان تخدمها هي باردة تعمل عليها هذيك هي باردة هذاك معناتها شو اسمه الكومبريسيون تبدا طايحة الصباح ولا بوجي ما تسخنش. شوف حلها. أنا مختار متسيبيش ال 200 تنصحني بها ولا لا؟
كان بيشتريها من الدار بهي، كان بيشتريها مستعملة أنا أسلم لها. شكرا، يعطيك الصحة يا محمد، بارك الله فيك، ربي يبارك لي حتى أنت.